المرة الأولى الموضوع كان بشكل هجومي، كنتوا انتوا خايفين على مصلحته او بدكم اياه انه يتغير. فاي انسان انت بتحط ببالك انه انا هيك بدي غيره، بدي غيره، تمام صحيح. هلا هي بقى بتجي موضوع انه بدكم يصير عندكم خبره بكيفيه النقاش مع الاخر. في نقطه معينه قلت لكم اياها انه اتركوه يحكي. لما الشخص بيحكي بيرتاح، صح؟ بعد ما بيحكي بيرتاح فبتبلش انت تاخذ نقطه معينه وبتشتغل عليها. فلاحظتوا انا كم نقطه اشتغلت عليها؟ مين متذكر؟ تفضل. بس في فكره انه تفضل احمد، انه لو كنت انا لحالي عم بحكي معه كنت رح احسن ساوي بالطريقه اللي ساويتها. طيب بس لو نحن جماعه يعني وكل واحد صار في فكره بباله، ما كنا منسقين بين بعض. حلو. هلا هي الفكره انا قلت لكم على الاقل انه انتم نسقوا بينات جروباتكم، فهي كمان كان في كمان تنسيق انه بين الجروب، ما كان في تنسيق ضابط. تمام. مشان هيك صح صح صح. هلا هي النقطه في عده شغلات. اول شيء الاسئله، بعدين في نقطه دائما حطوا الاسئله المبطنه. هلا انا كده عم بسال كثير اسئله مبطنه، انا ما هاجمته. تمرين. تمام. هلا انتم شفتوا انا شلون حكيت، شفتوا شلون تركته يرتاح، تركته يعبر. بعدين قلت لكم نقطه، تمام، لاحظتوا على لعبه التريكس. كم ساعه؟ تمام. هلا لما تدخل الشخص احيانا بهدول التفاصيل اللي هو نسيانه، تمام. انا رجعت له الحدث، رجعته للحظه يلي اول مره دخن فيها. طيب انا بدي اسالك سؤال، لما انا رجعتك لهي اللحظه شو كان شعورك؟ تفضل. انا شعور نايم يعني لما هيك رجعت لهي الفكره، هل خطر ببالك انه شو العلاقه هي القصه؟ تمام، ممتاز، شكرا كثير لك. تمام، كثير حلو. هون بقى نحن عملنا حاله، شو حاله انه هو بقى بس ليش عم يفكر انه شو دخل هي بهي؟ فهو المخ بلش يربط، فبلش هو بحاله مثل عم يصير صراع داخلي نوعا ما، بس بهدوء، صراع داخلي بهدوء. مثل احيانا الشخص تعمل له صدمه، دائما باسلوب الاقناع او التاثير. هلا بحط لكم كمان فيديو بنشوف كيف بلش المحاضر باسلوب صدمه للجمهور. لما بتعطيه هي الفكره فبلش الله شو العلاقه هي بهي، شو دخلهم هدول الشغلتين سوا؟ طب هي شو بدها مني؟ صح، ضل عم فكر. لكن شوي شوي بلشت له بالتسلسل. لما اول شيء كيف اول مره اشتريت باكيت دخان، كيف اول مره حطيت السيجاره وشعلتها، وين كنت بالضبط، كم وحده دخنت، ربحت ما ربحت، شو كنت مبسوط مع رفقاتك، ما عيشت. قلت له ربحت، هاي كنت عم تدخن، شو كان شعورك؟ لو كنت عم حاكيك بهي النبره شو كان صار فيك؟ تمام. ليش؟ بكون نبهت الوعي. كثير مهم نبرات الصوت. تلاحظتوا كيف كانت النبره؟ تمام. كفي كل الحديث، صرت حس انه طبيعتك.